بيكن عيش عمل مسرحي شاف النور في ديسمبر 2015 بعد سنة كاملة من التحضير، وهو مونولوج من تمثيل حسين الغربي وإخراج نوفل عزارة، والنص هو من تأليفهم الاثنين اللي قدموا فيها معاناة المثقف والمبدع التونسي من خلال فنان عاش 20 سنة في الخارج ورجع بأفكار وخيالات كبيرة، لكن في المطار لقى لجنة تقييم أجنبية أجبرته على القيام باختبار حتى تمكنوا من تحقيق أحلامه. هذه بصفة عامة فكرة العمل اللي يجي في إطار الكوميديا الساخرة اللي قدمت واقع الفنان التونسي في اختبار يعيش البطل على مدى المسرحية